Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, tema rukyah kita kali ini, rukyah powerful mencabut pengaruh jin sihir dengan menggunakan asma Gunung Rebuk Hidir. Asma Gunung Rebuk Hidir adalah satu asma tingkat tinggi dari Nabi Khidir alaihi salam, memiliki banyak manfaat atau fadilah, di antaranya menghancurkan sebagaimana hancurnya gunung, meremukkan ilmu-ilmu sihir, segala jin-jin jahat sekuat apapun, segala sihir-sihir santau, santet dan sejenisnya, ya, dari manapun, dengan menggunakan wasilah doa-doa, ya, dan ayat-ayat ruqyah serta asma Nabi Khidir, ya, Gunung Remuk Nabi Khidir ini, maka akan hancur dan remuklah segala sihir-sihir kiriman. Bagi saudaraku yang ingin melakukan terapi ruqyah, ya, silahkan dengarkan, cukup dengarkan, dan kita akan berdoa bersama di akhir video ini. Siapkan dirinya, mari sama-sama dengarkan ayat-ayat ruqyah dan asma Gunung Rebuk Khidir ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون
علم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حساب عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الصافات صفا فالتاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى يقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف فدفعته شهابه ثاقب والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا لزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فعجبه شهابه ثاقب الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم فجمنا لطهم جبارا
يا مسبب الأسباب يا فاتح الأبواب يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا مسبب الأسباب يا فاتح الأبواب يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اشف مرضانا ومرضى المسلمين والحمد لله رب العالمين. Saudara-saudara sekalian, bagi yang ada gangguan jinsir santet, silakan seperti biasa lakukan ya, teknik dengan cara menyiupkan telapak tangannya, baca Al-Ikhlas Falakan Nas satu kali, usapkan dari wajah, kepala, seluruh badannya ya, tengkuk, pundak, tangan, kaki, dada, pinggang, semuanya sampai telapak kaki kanan kiri. Lalu lakukan teknik scanning, tangan kanan di dada kiri, tangan kiri di perut, putar-putarkan, baca surah Al-Ikhlas Falakan Nas 3 kali, lalu tarik, lepas, buang, muntahkan. Nah, bagi yang sering ada gangguan jin ya, sihir, silakan pegang bagian yang sering sakit. Kalau kepala sering sakit, pegang kepalanya, baca Al-Ikhlas Falakan Nas, buang. Yang sering sakit pundaknya, pegang pundaknya. Sering sakit perutnya, khusus perutnya, pegang perutnya. Yang sering sakit pinggang, pegang pinggangnya. Yang sering sakit kakinya, pegang kakinya. Atau bagian tubuh mana saja, saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan, saudara-saudara sekalian, ulang-ulangi terapi ini dengan kita mendengarkan ayat-ayat rukyah dan doa-doa tadi, Allah menyembuhkan, ya, mencabut segala jin sihir, ya, yang ada di badan kita, yang ada di rumah kita. Silakan bagi saudara-saudara yang ingin melakukan terapi rukyah rumah, silakan rukyah rumahnya dengan cara tadi, baca Al-Fatihah, kemudian An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, ayat kursi masing-masing 7-11 kali boleh. Oke? Satu kali, lalu percik-percikan sekeliling rumahnya. Jadi mudah-mudahan dengan kita melakukan terapi rukyah mandiri rutin, maka insya Allah pasti Allah akan mengijabah. Ya, saya mengatakan pasti karena sesungguhnya ya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah mengingkari janji. Ya, jadi saudara-saudara jangan berprasangka buruk. Allah itu bergantung prasangka kita. Kalau prasangka kita baik, maka insya Allah pasti kesembuhan akan datang. Insya Allah, biiznillah Taala. Ya, dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Ya, ulang-ulangi video kami ini dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan video kami di channel Quran Terapi. Sisihkan waktu satu hari untuk menyaksikan minimal 10 video kami. Bagikan video kami ini pada saudara-saudara kita yang lainnya di grup-grup WhatsApp, Facebook dan media-media sosialnya. Mari kita meraih amal saleh, meraih amal jariah yang bersama di dunia dan di akhirat. Al-Faqir mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.